مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامجنا بيتنا احلى. البنت عين امها وابوها بيحبها، وجود بنوته في البيت بصراحه بيدي روح حلوه قوي وجميله، ليها طابع خاص حنينه على امها وبتلازم ابوها، وده شفناه في علاقه الرسول صلى الله عليه وسلم ببنته السيده فاطمه لما وصفها ببنت ابيها. والحقيقة المشاعر دي ممكن تخلي بعض الأمهات وبعض الآباء يتهاونوا في أمور كتير خاصة بتربيتهم للبنت، خصوصا لو كانت البنت الوحيدة، فبتطلع بنوتة دلوعة كل طلباتها مجابة، ما بتتعبش نفسها في أي حاجة، ويوم ما بتتجوز بتبقى فاكرة أنها راحة بيت جوزها هتلاقي فيه نفس دلع بيت بابا وحنية ماما. هو أكيد هتلاقي دلع وحنية عشان ما نبقاش من خوف البنات من الجواز، لكن دلع وحنية الزوج بيبقوا مختلفين تماما عن دلع وحنية الأب والأم. الطبيعي إن أي عروسة في بداية جوازها بتبقى يعني مش متقنة قوي في المطبخ أو تنظيف البيت، تعمل الأكلة وتتحرق وبسرعة ترميها عشان شكلها قدام جوزها مبقاش وحش، تدخل القميص الغسالة أبيض وبقدرة قادر يطلع أزرق، ما تعرفش بيحصل إزاي الكلام ده، بس معلش تفتح علبة الصلصة فتتعور منها وتقلبها مناحة وتفضل تعيط. كل ده عادي جدا جدا وطبيعي، ممكن نقول مسموح بيه مثلا أول 5-6 شهور سنة يا ستي، وبيجي وقت بعد كده خلاص بتتودك وبتعرف البيوت بتمشي ازاي. وبرضو الأمور دي ليها قدر معين بيتحملها الزوج، لكن بيجي في وقت بيتضايق لأنه مش هيقدر يعيش طول حياته ياكل أكل محروق أو هدومه باهت عليها كل ألوان قزح يعني، أو عياط على أقل شيء زي الأطفال، أو حتى مش عارفة تدير البيت ومسؤولياته. يعني ايه مصروف الشهر اصلا؟ اقسمه ازاي؟ احط ايه على جنب لاي ظرف من الظروف؟ وفي الاخر لما تلام الزوجة على كثرة الامور دي او يشتكي منها جوزها تلاقيها بترد وتقول ايه؟ اصلا انا كنت مدلعة في بيت بابا يا جماعة ومليش في شغل البيت خالص ولا في الكلام ده ولا في الطبيخ ولا الكلام ده كله، ماما هي اللي كانت بتعمل كل ده. وتلاقي برضو الاهل بيقولوا نفس الكلام، اصلا كانت دلوعة العيلة يا جماعة. طيب يا ترى الزوج هيتحمل الزوجة الدلوعة لحد امتى؟ هنعرف لحد امتى بعد الفاصل.